السلام عليكم. هذا السائل يقول: هناك قائل يقول ان دعوه التوحيد في بلاد التوحيد غير لازمه، لان الناس يعرفون التوحيد بل يحتاجون الى تعلم بقيه امور الاحكام الشرعيه. هذا لو سالته ما هو التوحيد ما اجابك ولا استطاع. هل يقول كل الناس يعرفون التوحيد؟ لو نسأله عن معنى التوحيد وتفاصيله ما استطاع يجيب. لابد من التعلم. الدعوة ما الدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. نعم، لابد من التعلم، لابد من المعرفة، لابد من التلقي عن العلماء. نعم.